طب قولي لي برضو اجي لك يا مروه، يمكن انت اختك توامك توام روحك رسمي مش أكيد هزار، أكيد. وشفنا حتى لما خدت افريقيا والعياط والهستيريا اللي كانت انت كنت فيها وخدتيها بالحضن، احنا جبناها كمان فيديو على عندنا على برنامج الابطال. يعني بدات معاها قصه الاحتراف، هل شجعتيها ولا كنت قلقانه انها تسافر وتسيبك؟ لا بصراحه انا اي فكره احتراف سواء ليا او ليها انا بشجعها، لان احنا الاثنين بنكمل بعض. يعني لو هي سافرت هتاخد خبره وهترجع تديهاني، او لو انا سافرت هي هتاخد خبره وانا هاخد خبره وارجع اديها لها. فبالنسبه لها طبعا يعني فكره الاحتراف دي انا كنت مبسوطه جدا عشانها. أكيد. اكيد اكيد وكنت واقفه معاها وكنت معاها في كل الامور ويمكن الامارات يعني شبيهه بينا، فمش هتلاقوا ازمه في الحته بالزبط. دي بالظبط. يعني حتى في التعامل لو هي نزلت لوحدها او حاجه مش تحس ان هي في بلد صحيح. اوروبيه او صعبه، لا في ناس هناك وعرب فهتعرف تتعامل معاهم يعني. صحيح. طيب قولي لي، يعني انت برضو انت على مستوى اللعب بقى، يعني انت بالنسبه لك انت كمروه بقى بعيدة عن مريم، يعني طبعا مريم اختك وحبيبتك، يمكن دي اللقطه اهي، اللقطه اهي شفتوا يعني متشكر يا جماعه، دي اللقطه اللي كانت بعد بطوله افريقيا. يمكن مروه بتعيط اكتر من مريم. يعني ايوه كنت بضحك ساعتها وهي عماله تعيط. يعني مروه يعني والله بص يعني طبعا يعني العلاقه دي والاخوه بيبقى الموضوع حاجه اوفر. انت لما بيبقى ليك زميلك في الفرقه بتحبه وتبقى تتمنى له خير، ما بالك بقى لما يبقى اخوك او اختك في الفرقه، حاجه جميله جدا. طب قولي يا مروه، انت بالنسبه لك بتخططي بقى على المستوى الشخصي طبعا، لان انت ومريم نفس المستوى تقريبا، نفس كل شيء، حد بيسبق حد بيتاخر، بس في الاخر انتوا مع بعض من صغركم. هل برضو موضوع الاحتراف ده وارد بالنسبه لك؟ هو احنا عايزين بس ان شاء الله ان احنا نخلص، يعني ده اخر ترم بالنسبه لنا في الدراسه، فاحنا برضو عايزين نخلصه على امتياز. فان شاء الله بالنسبه لي فرصه هتبقى احسن لو انا خلصت الدراسه مثلا في شهر 6 وبعد كده ان شاء الله لقيت نادي احترف فيه. لان هي حتى جالنا كذا مره فرصه ان احنا نحترف في حتت بره، بس كان صعب قوي عشان مشروع التخرج وكده، فكان بالنسبه لنا الموضوع هيبقى ضغط زياده عن اللزوم. بس ان شاء الله اول ما اخلص اكيد ان شاء الله. ما شاء الله بيجيبوا امتياز مش كده؟ الحمد لله. ما شاء الله انتوا سنين كلها امتياز. الحمد لله. يعني بس انا ليه بقول كده ما شاء الله؟ لأنه عمر ما الدراسة كانت بتعطل على اللعب. أكيد.